كثير من السيدات او حتى ممكن الرجال يلي بيشتغلوا اشغال فيها بتحتاج انه الشخص يستخدم ايده، بيعانوا اكيد من الم بمنطقه الايد، وهالشيء سببه نتيجه انضغاط اعصاب الايد. لنعرف اكثر عن هالموضوع صار معنا الدكتور كنان سنان اختصاصي بالجراحه العظميه. اهلا وسهلا دكتور. اهلين دكتور. اهلا فيك دكتور. يسعد اوقاتكم. واوقاتك يا رب. دكتور بالبدايه شو بنقصد بانضغاط اعصاب اليد؟ بظن انت جراح اكيد بتعاني منه. أنا شخصيا إيه تمام والله لا هو للأمانة الانضغاط له أسباب كتير كبيرة. أولا يحدث نحن منطقة المعصم منطقة اليد مغذاة بشكل كتير كبير بالأعصاب. الأعصاب إلها العوام ما بيعرفوا شو يعني مغذاة بالأعصاب، إلها فروع حسية وفروع حركية. فروع حسية تعتمد على الإحساس، أما الفروع الحركية تعطي الأوامر. فلذلك منطقة انضغاط الأعصاب هي عادة من الفروع الحسية أكثر من الفروع الحركية، لأن الفروع الحركية أعلى بمنطقة أعلى. الفروع الحسية لما بتنضغط نتيجة طبعا نبحث عن السبب لنعرف ليش عم يصير معنا. كثير في أسباب تصيب، عادة هي الإجهاد، الإجهاد بشكل خاطئ. يعني اليوم نحن بيصير مثلا عندنا إجهاد يدوي أو إجهاد مثلا عند العمال اللي بيحتاجوا إلى أعمال يدوية اللي يعني الله يعطيهم عافية بيحفروا الكمبريسرات أو هذا الارتجاج المتكرر، أو مثلا أسباب مرضية، واللي أهمها هي قصور الغدة الدرقية. يعني نحن دائما يهمل الأمر. يعني اليوم أنا بتجيني بالعلاج أنا عندي مشكلة انضغاط عصب، أنا لازم أعرف السبب لأعرف عالج. يعني اليوم أنا ما بيهمني عالجها بدون ما أكتشف السبب. يعني اليوم أنا بعالج هاي المنطقة بكرة بتصير منطقة تانية، وبالتالي ياما مكتشفين مشكلة غدية لاحقة لعلاج الانضغاطات الأعصاب. طبعا انضغاط العصب بيكون السبب الأشع اللي هو الإجهاد طبعا والإهمال بالعلاج، قصور الغدة الدرقية، أو أحيانا بتكون الأمور خلقية. يعني بتجي البنت شغل رب العالمين الأنفاق اللي بتمر فيها الأعصاب ضيقة، وبالتالي يخطيطها على أول جوازة بتبلش تظهر الأعراض وبالتالي تظهر الآلام اللي بتعاني منها السيدة. تمام. طيب دكتور هلا بما انه نحن بنعرف انه في كثير اعراض نفس الاعراض وهي بهالمنطقه في كثير مشاكل في كثير امراض، نحن بدي من حضرتك شو هي اهم او اكثر شيء اعراض بتميزها عن المشاكل الاخرى اللي ممكن تنصار فيها اليد عشان نعرف انه والله انا عندي هيك معناتها انا معي هالمشكله. تمام. هلا نحن عاده بيخطئ المريض بيقول لك انه انا معي مشكله بالاعصاب او لو شو عم تجعني ايدي روح عند دكتور عصبيه ولا دكتور عظميه. هو للامانه دائما نحن عندنا أي مشكلة عصبية هي تترافق عادة مع خدر، مع تنميل، مع حماوة، تغير بالحرارة الطرف سواء إلى برودة سواء إلى حماوة، أو حز إحساس الخدر أو الدبابيس اللي بيحكوه العوام، وبالتالي تظهر هي الأعراض بشكل كامل. بينما يختلف الأمر تماما لما بتكون المشكلة مفصلية أو وترية. هلا نحن عادة جراحين العظام أو الجراحين الجراحة العصبية مختصين بهي الأمور، فلذلك لما أنا اليوم بشعر بخدر أو بتنميل لازم براجع سواء هذا الاختصاص أو هذا. لكن لما ما بتكون الأمور مترافقة مع خدر أو تنميل معناته أنا عم بحكي عن مشكلة تانية. اليوم نحن للأسف اليوم بتلاقي على السوشيال ميديا مرحبا عم تجعني إيدي شو آخذ؟ لا مشكلة شو عم تجعني إيدي شو آخذ؟ أنا عندي عدة مفاصل، عندي عدة أوتار، عشرات الأربطة، الأعصاب، وبالتالي لا يمكن الحكم، وبالتالي الفحص السريري هو المقياس. فلذلك أي خدر أو تنميل أو تغير حرارة يد، طبعا كمان ممكن يتداخل هذا الأمر مع المشاكل الوعائية، لكن حس الخدران والتنميل هو عامل أساسي ورئيسي لكشف التهابات الأعصاب. تمام. تمام. دكتور السؤال الأشعة اللي دعم نسألك إياه، نساء أم رجال؟ أنا بجاوب عنك دكتور. للأمانة الحمد لله نحن مشاكلنا رجال يا جلطات يا دعس يا فعس يا أما شغلات الحمد لله. لا هو هيك هيك الرجل حسب مسؤوليته. المرأة كونه الحمد لله ما شاء الله يعني مو فاضي لهي المصايب الكبيرة فمتخصصة بهي الأمراض طبعا خدران تنميل آلام هي للأمانة بتعاني منها السيدات بشكل أكبر. هو للأمانة بمجتمعنا تظهر نتيجة الأعمال اليدوية المجهدة بالمنزل. يعني اليوم أنا مثلا سيدة بارح عم تحكي لهذا السيدات قالت لي والله جايب لها 10 كيلو جزر قايل لها عصرينا اياهم يعني وكهرباء ما في يعني كيف ما بدها تلتهب ما بعرف عم تسميه يمكن بتبشرهم والله ما بعرف انا ما بعرف شلون بتنعصى اي او مثلا والله 10 كيلو بردقان عصيناه هون وما في اي تمام. هي الاعمال اليدويه المجهده عاده ما تسبب انضغاطات متكرره يعني التهابات متكرره بسيطه تتطور الى هذا الإجهاد. اما او مثلا قصور الغده الدرقيه ما في يعني جنس معين لكن عاده تميل هي الامور لاصابه
السيدات بشكل اكبر. والحمد لله اللي هيك شغلات عند السيدات ونحن الله باهنينا بالاكل. طب ما في اسباب ثانيه دكتور؟ حكينا نحن اول شيء الاعمال المجهده، حكينا عن الامراض اللي ممكن تصير، التهابات الاعصاب المحيطه الناتجه عن مرضى السكري، او التشريح الخلقي، يعني بيجي نتيجه خلقيا ضيق المنطقه التشريحيه، فالسيده بتكون لساتها صبيه بتجيني 22 سنه عم تعاني من انضغاط عصب بكير، لك لسه ما يعني شو عزلتي شو طبخ شو عصرتي له؟ شو عصرتي له لحتى تلتهب الاعصاب؟ لسه ما حلنا، ما صرنا سنه متجوزين، خطيته بفكر اخذها وكاله، ما بلاقي الا بعد اول سنه انه في مشكله، فبالتالي هون انا ببحث فورا عن المرض، انه في قصور غده، في مثلا مشكله لا سمح الله سكري شبابي غير مكتشف او اي مرض، لما ما بنلاقي هيك بنعزي الامل عاده انه تضيق تشريحي، عند اول انضغاط ظهرت الاعراض. انا ليش عم بسالك دكتور؟ انا كثير بنسمع احيانا انه الحامل بيصيبها هيك شغلات. اكيد اكيد، هي لذلك يرجح النساء، الحمد لله نحن الرجال ما دخلنا بالموضوع، الحامل ايه زياده الوزن وزياده ليش قصور الغده الدرقيه؟ المواد المفرزه المخاطنيه تترسب بالاعصاب، زياده المفرزات او الانس او عفوا السوائل الخلاليه بتعمل هي الامور عند الحامل، اجباري ممكن بس تتراجع عاده بعد الحمل لانه فتره مؤقته واحيانا لا، اما الرجال الحمد لله نحن ما عندنا لا تصير تدلل على الرجال اجباري اجباري بتطلع طالعه منه بشغله ثانيه دكتور طيب الاطفال ممكن يصابوا فيها؟ والله عاده لا، نحن عاده المشاكل اللي بتصير باليد عند الاطفال هي مشاكل كمان خلقيه عاده متعلقه بالاوتار، عاده العقده اللي بتصيب الابهام بنسميه الابهام القافز الولادي، هذا عاده بيصير عند الاطفال بشكل يعني منعزل عن المشاكل العصبيه لدى الاطفال. تمام دكتور، الاهمال شو بسبب كونه هي الحاله العامه عند الاشخاص الاهمال لكل شيء؟ اي والله يعني هلا اليوم نحن انا بتنهد لانه كل ما اهمل الامر صعب علاجه، يعني انا اليوم بين ما اني عالج مشكله بالبدايه بين اني عالج مشكله متقدمه، فلذلك المشكله كمان يعني الله يعين الناس اليوم صح. يعني عن السيده عندها 100 هم وهم براسها، وبالتالي فكره العلاج اذا ما تطورت لمرحله مزعجه ما بتراجع. لما بيكون في اذيه عصبيه او انضغاط عصبي بتطور بضمور عضلي بعد فتره، وبالتالي بتبلش السيده تخسر احساسات معينه باليد وبعض الحركات الدقيقه، يعني اليوم انا في حركات مثلا يعني اللي بتخيط مثلا بالصناره او مثلا اللي بتكتب او في حركات دقيقه معينه بتبلش تخسرها او تاثر عليها بشكل كامل عدا ضمور العضلات. دائما السيده دائما عندها مشكله انه انا رجفه، وهذا الامر طبيعي نتيجه ضعف العضلات، بتقول لك والله فايته، والله مو هي بتشكي عاده جوزها، من كم يوم قال لي فايته بالصينيه حسيت قصدا عم تزت علي، هو ما عاد عرف انه قصدا ولا هو فعلا في رجفه، إيه لما عملنا تخطيط تبين معنا انه لا هي معها حق انه مو قصدا، ويمكن قصدا على اساس انه رجفه والله ما حجر ايه ما تمام ما حدا بيعرف، فالرجفه والضعف العضلي، احيانا في سبب تقول لك تكون ماسكه الموبايل بصير بدو عم ياذي ما بقدر كمل، هي نتيجه الانضغاط. فالإهمال أمر خطير جدا، وخاصة أنه يترافق بعلاجات جراحية، يعني بنتمنى أنه يوما ما نوصل إن شاء الله يا رب. طيب دكتور، هلا نحن العلاج بده يكون حصرا جراحي أو ممكن يكون دوائي أو مراهم، وقديش مهم هو نحن نعالج الحالة؟ تمام، هلا أول شيء مراهم لا، لأنه ما في شيء كمراهم موضوعية أنا زيت زيتون لا وينك هلا زيت الزيتون هذا الشغله ماشي الحال، اليوم ما في زيت زيتون، اليوم صار غالي الدسم اي ملفوف ايوه او مثلا سلق او بتطبخ له طبخه على ايدها لحتى يمشي الحال، لا هذا الحكي مرفوض تماما، وخاصه الكريمات. نحن عاده العلاج يتنقل بحسب الدرجات، بالدرجات الاولى عاده ادويه المضاده للالتهاب بتروح الالتهابات وبتغني المريض عن الاعراض اللي بيشعر فيها، طبعا مع علاج السبب وهو الامر الضروري. بالمراحل لا الوسطى ممكن بقى ننصح نحن عاده اما بحقن ابر الكورتيزون او بارتداء المشدات، ولو اني انا شخصيا ما كثير مع هي الخيارات لانه هي خيارات مؤقته، يعني اليوم انا مثلا ارتداء مشد وبعدين كمان عم يعمل لي ضمور عضلي، عم يفوتني مشاكل ثانيه، بعض السيدات بيستسهلوا الامر، انه ايه يلا اشتري لي، والله سمعت فلانه عم تحكي على الفيسبوك او على الراديو، يلا لبسنا مشد، لا هذا مو علاج، لانه هو حيضمر العضلات حتتطور الحكايه بشكل اكبر. فمراحل النهائية بقى بتكون جراحية. دائما في فوبيا عند المرضى من هذا الموضوع مع انه الامر بسيط جدا، يعني كجراحة تحرير العصب عمل جراحي بسيط وعادة يجرى تحت تخدير موضعي، وانا اغلب المرضى بقول لهم بالعيادة ما بنوصل لمرحلة المشفى انه جرح بسيط. النقطة اللي انا بحب نوه لها دائما انه دائما بيقول لك انه اخي في عندنا مشكلة انه انا نكسة فلانة عملتها وما تحسنت، فلانة عملتها وما ارتاحت، نعم وهذا الامر للاسف
ما بيرجع على المريض، بيرجع من الطبيب. اولا احيانا يتم اجراء التحرير بدون تاكيد التشخيص، يعني في انضغاطات للاعصاب بمنطقه علويه، قد ما حررت منهم ما بيستفيد المريض. او مثلا انه بيكون التحرير ناقص، شيء انه بيحرر وبالتالي بترجع الاعراض من اول وجديد. لذلك علاج جراحي وعلاج بسيط، والاهم هو علاج السبب دائما. يعني اليوم انا مثلا انا شخصيا ما بقول لزوجتي اصلي لي 10 كيلو بردان مشان ما اكون بشيء صغير بشيء، ولا بقول والله 10 كيلو جزر نبرشها، يعني هي حكي من العياده، يعني اليوم واقع، يعني انا ما بجيب شيء خيال، هذا عم يصير عندي بالعياده. او اذا في مشاكل مرضيه انا بستثنيها مشان اخلص من الحكايه. تمام، دكتور من منبر دوز شو بتحب تقدم نصائح؟ يعني دائما نحن ما دائما ابتعد عن العلاج الشعبي للمشاكل، يعني اليوم انا اليوم بالقرن ال21 بتطور العلم بالسوشيال ميديا روح عند مجبر عربي لعالج مثلا مشكله عصب، يعني مصيبه، يعني اليوم انا عم بحط له شاش وبيض و100 قصه، انا عم بعالج هاي الاختلاطات، فاليوم انا دائما بحب وجهي، وخاصه انه انا شخصيا بعتقد انه الجمهور الاوسع هو جمهور النساء، والنساء مستمعات ومتلقيات وهن نقاط علام ونقاط مهمه بمحيطها، يعني سواء ام سواء اخت. فانا اليوم بالله اليوم ما في مجال للعلاج على السوشيال ميديا، ولا في مجال للعلاج الشعبي، ودائما زياره الطبيب ضروريه جدا، واليوم ما حدا يتحجج يقول والله كلف الاطباء، لا، اليوم في مشافي خاصه الدوله، مشافي الحكومه عم تقدم احدث واظرف وافضل انواع العلاجات اللي ممكن تاخذ نتيجه، وبالتالي نحن بعيدين كل البعد، اهم شيء البعد عن الخرافات، يعني اليوم الخرافه، يعني اليوم وصلنا لمرحله اني اظني مآمن بخرافه بعلاج مثلا مشكله بايدي او اسمح لنفسي اعالجها، هذا امر خطير جدا. وطبعا يعني هي تخفف على الزلمه، انا برايي لانه الزلمه بصير بخفف عليها، يعني اليوم انا هو ما حيجيب لها 10 كيلو بردان تعصره الا لحتى يرتاح من صوته، وبالتالي هي تخفف تقصر صوته عنه ما تلاقي حالها تحسن. بيريحها تنزل لها دمعتين لا خلص هيك منيح، لا هيك منيح خلص يمشي الحال ناقص من الموضوع. كالعاده دكتور دائما اسعدتنا بوجودك معنا وبالمعلومات والطريقه الحلوه اللي بتقدم لنا اياها. شكرا لكم كثير وعلى المنبر اللطيف اللي بيعطينا مجال انه نوصل للناس بشكل ابسط. الله يعطيك العافيه دكتور. يعطيكم العافيه. بريك وراجعين بو معنا.